في مناقشة هذا الملف ينضم إلينا ضيفانا من مدينة كوفنتري غرب إنجلترا، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أهلا بك. وأيضا من بنغازي عبد الكريم الجازوي الكاتب والأكاديمي. أبدأ معك سيد رامي بسؤال واضح ومباشر، ما هي الأسباب الواضحة لتمرد المسلحين الموالين لتركيا؟ هل نحن أمام أسباب مادية بحتة؟ لا مساء الخير، تحية لك ولضيفك ولمشاهديك. حقيقة الأمر أسباب ليست مادية بحتة، الأسباب هي الوعود الكاذبة الأردوغانية التركية وقادتها أولئك الفصائل المرتزقة بأن يكون هناك إجازات. وأي وضن الوعد الأكبر كان في شهر آذار مارس الفائت من قبل الحكومة التركية بأن المهمة انتهت، يحزموا الحقائب، ولكن هؤلاء لم يحزموا حقائبهم، وهم عندما عاد بعض إلى سوريا عادوا مقابل التخلي عن مرتباتهم الشهرية، مقابل دفع رشا مالية لقادتهم الذين أصبحوا من أمراء الحرب، من أسرياء الحرب، كمحمد الجاسم أبو عمشة الذي يملك عشرات الملايين من الدولارات بعد أن كان يبيع الخضار. لذلك أقول لك بأن هؤلاء باتوا ضحية بعد أن كانوا يعني رأس حربة ارتزاق لدى الحكومة التركية في الأراضي الليبية. ولكن هل الحكومة التركية تبحث عن تكلفة أقل من هذه التكلفة؟ أين يوجد؟ أنت تقاتل كمرتزق مقابل 300 دولار، وحتى 300 دولار أنت لا تحصل عليها، قد تقتل في أي لحظة مقابل هذه الأموال. ولكن يعني أقول لك، نحن اليوم نتحدث في شهر الأول من شهر أيلول سبتمبر من العام 2021، أول من تحدثت على هذا الأمر في المرصد السوري لحقوق الإنسان كشفه كان من عاصمة العرب والعروبة من القاهرة في شهر نوفمبر من العام 2019، أي قبل نحو عامين. واليوم أقول لك بأنه وبعبارة واضحة، لولا الخطوط الحمراء المصرية لكان أردوغان استمر بعملية يعني إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية، ولكن شاهدنا الآن معارك في شرق ليبيا بدلا من أن تكون هذه المظاهرات لهؤلاء المرتزقة في مدينة طرابلس. طيب، في هذه النقطة أتحول إلى السيد الجازوي وأسأل عن دلالات هذا التمرد والمظاهرات التي خرج فيها المسلحون الموالون لأنقرة في ليبيا. هل يمثل ذلك خطرا على ليبيا مباشر؟ أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأحيي قناتكم الموقرة على هذه الاستضافة. كما أؤكد لك أن وجود هؤلاء المرتزقة وبهذه الكميات، كان عددهم أكثر من 18,000 مرتزق، جاءوا من كافة أنحاء سوريا بأيديولوجيات معينة، وبعضهم جاء تحت طائلة الطمع لينفذ المخطط الأردوغاني في شمال أفريقيا، يعني ليكون لأردوغان موطئ قدم في ليبيا. عندما اصطدم المشروع الأردوغاني باللاءات المصرية كما ذكر ضيفك، واصطدم أيضا بصمود القوات المسلحة العربية الليبية وبصمود الشعب الليبي، بدأ أردوغان يعيد حساباته وأصبح يرضى بالقليل، وهو تواجده في غرب ليبيا وبعض القواعد العسكرية مثل قاعدة ميتيغا وقاعدة الوطية في الغرب الليبي، وكذلك تواجد بعض المرتزقة السوريين وغيرهم. هؤلاء السوريين هم ضحية الحقيقة للمشروع الأردوغاني التركي في ليبيا ولمشروع الإسلام السياسي بصفة عامة، فهم اليوم يعني هم عبء كبير على ليبيا إذا لم يعودوا إلى بلادهم ولم يتحصلوا على وعودهم من الأموال التي بالطبيعة تدفع من خزانة الأموال الليبية لقتل الليبيين ولإحداث مشروع الفوضى. سيتحول هؤلاء المرتزقة إلى مجرمين يجوبون العاصمة، وهذا خطر كبير على العاصمة مع وجود أعداد كبيرة من الميليشيات. ستكون هناك ميليشيات أجنبية داخل العاصمة طرابلس وفي بعض المدن، وربما نشاهد هذه الفوضى. الحقيقة نحن كنا نأمل في أكثر من هذا، كنا نأمل أن نرى بعد اتفاق جنيف وبعد خارطة الطريق الليبية أن نرى الحكومة موجودة في السرت، وأن نرى هناك خارطة الطريق لرجوع هؤلاء المرتزقة إلى بلادهم والقوات الأجنبية. لكن ما رأيناه أخي كريم هو تواجد هؤلاء المرتزقة وخروجهم في مظاهرات سافرة في الشارع، وهذه خطوة منبئة عن خطر جسيم يلحق بالمدن الليبية في الغرب الليبي. نعم. وهي في الحقيقة مدن مرتهنة للمشروع الأردوغاني. طيب. نعم. سمعت منك سيد الجازوي وأيضا منك سيد رامي لفظ أن هؤلاء المرتزقة ربما أصبحوا ضحايا للمشروع الأردوغاني،
أريد أن أفهم بأي منطق أصبحوا ضحايا، وهل يعني التفاهمات الأخيرة لتركيا في هذا السياق في المنطقة فعلا ستجعل تركيا تتخلى عنهم تماما؟ إذا كان السؤال موجه لي نعم. نعم أستاذ رامي. تركيا تركيا ستتخلى عنهم تماما. الحكومة التركية هي تخلت عن الكثير من الذين وعدتهم وكسبت عليهم داخل الأراضي السورية، ما بالك الذين أرسلوا كمرتزقة وهم عبء على الحكومة التركية. ولكن دعني أقول لك أن هذا الشريط المصور يظهر بشكل كبير جدا أمام المجتمع الدولي الذي حاول بعضه الدفاع عن أردوغان وقال بأن أردوغان لم يرسل مرتزقة إلى ليبيا. إذن من هؤلاء الذين تظاهروا في مخيم أعتقد معسكر اليرموك؟ ضيفك الأستاذ من ليبيا يعلم أكثر مني. هؤلاء من هم إذا لم يكونوا سوريين؟ هؤلاء من فرقة الحمزة التابعة للحكومة التركية للمخابرات التركية والتي تتواجد بشكل أساسي في مناطق الاحتلال التركي في عفرين. أنا عبارة واضحة أقول هؤلاء أصبحوا ضحايا نعم، ولكن هم اختاروا أن يكونوا ضحايا المشروع الأردوغاني. وعندما كانوا يذهبون للقتال في ليبيا أحدهم يعني قبل أيام أحد ضباط ما يعرف بالجيش الوطني الموالي للحكومة التركية كان يفتخر بأنه عندما يطلب منهم أردوغان إرسال عشرات الآلاف إلى أفغانستان سوف يرسلونه، وكأن الشعب السوري الذي كان يطالب بالحرية تحول إلى بندقية بيد أردوغان. هؤلاء ارتضوا على أنفسهم أن يكونوا يعني في إطار التحكم الأردوغاني في إطار المشروع الأردوغاني، ونشاهدهم الآن يحلمون بالعودة إلى أين؟ إلى سوريا. أستاذ عبد الكريم سؤال لك مباشرة، هو في الواقع سؤال جديد قديم، من يتحمل مسؤولية فشل إخراج هؤلاء المسلحين حتى اللحظة من ليبيا؟ والله الحقيقة أخي الكريم الحقيقة الذي المسؤولية مشتركة كما نستطيع أن أقول، تتحمل ذلك حكومة الوفاق حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بوعود منها إخراج القوات الأجنبية ومنها شأن المصالحة ومنها الانتخابات البرلمانية، وتتحملها الدولة التركية التي اعتدت على ليبيا وقدمت هؤلاء المرتزقة وقدمت هذه القوات الأجنبية، وتحملها المجتمع الدولي الذي تدخل منذ اللحظة في الملف الليبي وكان لاعبا أساسيا في الملف الليبي. ف المسؤولية تضامنية مشتركة، وكذلك الشعب الليبي عليه أن يتحمل مسؤولياته من عسكريين ومن ناشطين ومن حقوقيين ومدنيين، عليه أن يتحمل مسؤولياته ليحرر بلاده من كل هذا العبث والنزق المجرم. نحن اليوم يا أخي الكريم في بشكل سافر ليبيا تحولت، خاصة المنطقة الغربية منطقة النفوذ التركي تحولت إلى عبء على ليبيا، حتى الخارطة الطريق حتى التفاهمات التي تحدثت في جنيف أصبح الوجود التركي ومرتزقته ويعني أتباعه ومن يغردون له أصبحوا هم العبء الأكبر. نعم. على التفاهم الليبيين. الليبيون جلسوا في جنيف وتفاهموا على كل على خارطة طريق معينة قد تخرج ليبيا من عنق الزجاجة، لكن ما نراه أن المشروع الأردوغاني وأن تركيا الأردوغانية أصبحت عبء كبير على تنفيذ هذا المشروع. طيب. حتى أنهم يعني يصلون إلى ليبيا بوفود كبيرة دون أن يأخذوا الأذن حتى من هذه الحكومة الموجودة. الحكومة الآن يعني مهددة بالفشل أخي الكريم، بالفشل الذريع، ومهددة للمشروع الذي هو ما جاء بهذه الحكومة وهو مشروع خارطة الطريق التي حدثت في طيب. جنيف واتفاق جنيف، كل هذا مهدد بسبب هذا العبث الموجود الآن. أستاذ رامي. نعم. هنا سؤال عن دور المجتمع الدولي و القوى الإقليمية في واقع الأمر في مسألة إخراج المرتزقة، لماذا لا نراه واضحا له معالم واضحة؟ يا سيدي الكريم، المجتمع الدولي هو منقسم بين حب أردوغان وفضح أردوغان، بين التنديد بما تقوم به الحكومة التركية في ليبيا أو غير ليبيا، وما بين الذي يعتبر الدور التركي هو دور جيد. ونحن شاهدنا عندما تحدثنا عن قضايا المرتزقة في ليبيا الحكومة الفرنسية أو الرئاسة الفرنسية هي التي تصدرت الموقف، بينما هناك حكومات غربية انزعجت انزعاجا كثيرا من المرصد لأنه تحدث عن قضية المرتزقة. لذلك أقول لك يعني على سبيل المثال في دول الجوار الآن أنا على ثقة كاملة بأن الخارجية المصرية هي تطرح ملف المرتزقة بشكل دائم مع الأتراك، وأعتقد بأن هناك زيارة إلى تركيا خلال الأيام القادمة
سوف يطرح موضوع المرتزقة بشكل قطعي، لأن هذا الموضوع يعني يسبب القلق ليس فقط للدول الجوار، بل لأن إذا ما كان هناك مشروع ليبي، ماذا لو استغلت بعض الجهات داخل ليبيا كعبد الحكيم بن حاج أو المهدي الحاراتي أو الذين هم على علاقة جيدة بهؤلاء، استغلوا هؤلاء المرتزقة لضرب أي وفاق ليبي. لذلك أقول مثل ما قال ضيفك، هم آتوا عبء على أي وفاق ليبي داخل الأراضي الليبية. وهنا على المجتمع الدولي بعجالة أن يطلب من الحكومة التركية بعد أن ظهر هؤلاء بالصوت والصورة إخراجهم فورا من ليبيا. من مدينة كوفنتري غرب إنجلترا، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك. ومن بنغازي عبد الكريم الجازوي الكاتب والأكاديمي، شكرا لك.